اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، وصامه إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما سبق من ذنبه، وسترت عيبه، وأعتقته من النار. أسأل الله جل وعلا أن يرحم كل نفس مؤمنة ما أدركت رمضان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم من لم يدرك رمضان يا رب اجعل عيده عندك جنات النعيم. اللهم اجعل عيده عندك جنات النعيم. اللهم ابدله برمضان جنة وباب الريان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على باب الريان، ذاك الباب الذي يدخل معه الصائمون، واجعل صيامنا يا رب قربة وجنة نستجن بها من عذاب النار، ونستجن بها من لهيب بالشهوات يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من منعه الأطباء من الصيام فآته أجره مرتين. اللهم اخلف عليه رمضان بإعطائه أجر من قام وصام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب لطفك وعجائب رحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وأعد علينا مواسم العتق من النار أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وانصر أمة الإسلام يا رب العالمين يا رحمن. اللهم يا رب احفظ أمننا وإيماننا، واحفظ لحمتنا وولاة أمورنا وجندنا ورجال أمننا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين.